بفورتي الباقي اللي عنده البي 90، البي 90 تبع لكازا دي بابل سكرين شوت يا اصدقائي، كمان عنده اياه ده، وهذا كمان اللي نزل بالدايما. يا شباب كل السكنات اللي نازلين ماكينات الاصلي. مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا علي عمار ورجعت لكم فيديو جديد اصدقائي. قبل ما نبلش بعد الفيديو خلونا نوصل هذا الفيديو لل 100,000 لايك. بعرف نقول كفو وقدها ونقدر نجيب اول 100,000 لايك. بس اصدقائي بتمنى من كل اسطوره قاعد يشاهد هذا الفيديو ينزل لتحت يحط اللايك ويشترك في القناه لو كان مشترك، فعل جرس التنبيهات عشان يصلوا بكل فيديو جديد عن فري فاير. يا اصدقائي اليوم اللي ما راح يحضر البث المباشر على نونو لايف راح يضيع عليه كثير. اليوم وصلني الاكواد، اكواد لسكن الجوكر اللي كان بالماجيك كيوب النادر، في عنا اكواد لسكن اللص، في اكواد لسكار التيتان، في اكواد لسكن الشوتجن طلقتين الزهري هذا اللي انتم شايفينه قدامكم، وكمان في اكواد لسكن السجين. يا شباب هاي الاكواد كلها راح تتوزع اليوم على البث المباشر على تطبيق نونو لايف. حملوا التطبيق ده، ما كنتم حاملين راح احكي عن نونو لايف بنهايه الفيديو. اوكي اصدقائي اللي حاب يحضر البث تابع الفيديو بالنهايه عشان احكي له كيف يحمل التطبيق. طيب اصدقائي شو راح يكون فيديو اليوم؟ طبعا انا نزلت لكم الجزء الاول من اغرب حسابات، يعني حسابات مش صار ولا واحد دولار على حسابها وتعتبر من اقوى الحسابات في اللعبه، واليوم حابب اعمل لكم الجزء الثاني واللي هو راح يكون على حساب صديقنا لاعب حلبي. نعم يا اصدقائي لاعب حلبي يستحق انه عن جد يكون حسابه من اغرب الحسابات اللي انا بشوفها في السيرفر. مثل ما انتم شايفين يا اصدقائي ما في فاير باس مش شاحنه، ما في شيء مش جايبه باللعبه بدون ما يصرف ولا واحد دولار. طبعا لاعب حلبي هو لاعب سوري، هذا اللاعب حلبي اسال اي يوتيوبر عنه بيعرفه، اسال اي لاعب بيشارك المسابقه. يا شباب هذا الانسان مش طبيعي صراحة، عن جد ما فهمت هاد كيف بيشتغل، ما بعرف والله ما بعرف كيف. يا شباب ما في روم ما بيدخل فيه لاعب حلبي، ما في مسابقة بيدخلها ما بيفوزها، ما في عن جد. انا مني انا بس مني انا يمكن فايز 3 اكواد وفايز يمكن 5 تباب. يا شباب وعن جد حسابه والله يا شباب اقوى من حسابي، مش شاحن ولا واحد دولار. طيب فطيب اصدقائي هذا الفيديو راح يكون الجزء الثاني من استعراض اغرب حساب، والجزء الثاني راح يكون على حساب صديقنا لاعب حلبي. طبعا سكنات الاسلحه اللي داخل الحساب عن جد شيء راح يصدمكم جميعا. راح نشوف اول شيء انه هون الشخصيات اصدقائي مثل ما انتم شايفين، شخصيه الوك عنده ماكس، حتى ماكس يعني حتى مش شخصيه الوك فقط كمان مكسها عاملها ماكس. طيب هون عندنا باقي الشخصيات، تقريبا كل الشخصيات اللي باللعبه اللي بجواهر واللي بالجولد عنده، ما عدا شخصيات ثانيه مثل كابيلا وجوتا وما بعرف هاي يمكن شخصيات هو ما حبها، بس صدقوني لو هو حابها راح يقدر يجيبها. طيب اصدقائي خلونا نشوف هون في عنده باكجات، شوفوا حتى الباكجات مش فتحهم. ليش مش فاتح الباكجات؟ لانه سكنات عنده دائما، يعني جد سكنات الاسلحه راح نستعرض سكنات الاسلحه ونشوفها بعد شوي. في عندنا هون سكن فاير باس مش شاحنه، بطاقات الاكس بي، في او ماي جاد. لا يا شباب مستحيل، يا الحاضنة الحاضنات يا شباب كل حاضنة عنده لها صورة، والله اقوى من مستحيل. والله انا يا شباب عن جد ندمان اني صار في جوار حسابي. طيب في عندنا اول شيء نبدا بالسكنات، هذا السكن الازرق يا اصدقائي طبعا نزل بالماجيك كيوب، هذا سكن فاير باس المجاني. طيب في عندنا هذا السكن كان بالدايموند رويال، ما طبعا لاعب حلبي يا اصدقائي عشان بس انه تاخذوا فكره كيف بيلعب، بيشارك بمسابقات التباب. طبعا ما بيتابعني انا بس كيوتيوبر، انا حكيت لكم اسالوا اي يوتيوبر عنه بيعرفه، اي يوتيوبر بيعرفه. بيشارك يعني هذيك المره شفت يوتيوبر عنده فقط 1000 مشترك يا شباب، لقيته مشارك عنده في المسابقات، يعني عن جد والله شيء عن جد شيء بجنن يا شباب. طيب المهم قبل ما نكمل الاستعراض يا اصدقائي في عندي لكم طلب. طيب في عندنا هون قناه صديقي يا اخوي سبايك برنس، يا شباب هذا من اقدم الاصدقاء ومن اقدم الناس اللي عرفتها بلعبه فري فاير، فتح قناه على اليوتيوب وقاعد ينزل محتوى اسطوري مثل ما انتم شايفين، فيديوهات شبه بشكل يومي قاعد ينزل على القناه، تحديات لقطات جلد وتحديات مع يوتيوبرز وحرق جواهر وكل شيء. المهم تحداني بروم، طبعا ما رضيت ارفض له الطلب بما انه من اقدم الاصدقاء عندي باللعبه، قال لي تعال نلعب روم كلاسيك واد 1 في 1، واذا انا بفوز عليك بتنزل لي دعم بقناتك. فطيب للاسف هو فاز علي اصدقائي وانا راح اكون قد كلمتي، وهي نزلت له دعم قناتي. راح اخليكم رابط هذا الفيديو اللي لعبنا فيه انا 1 في 1، راح خليكم رابط هذا الفيديو تحت في صندوق الوصف. بتمنى منكم تروحوا تشاهدوا الفيديو وما تقصروا معه بالاشتراك بقناته، وهو ان شاء الله ما راح يقصر مع حدا فيكم. طيب نكمل هلا استعراض حساب صديقنا لاعب حلبي. عن جد هذا الحساب اللي حير الاطباء، اللي حير اللاعبين، اللي حير اليوتيوبرز. والله هي عنده سكن السجين، شوفوا هذا سكن السجين ما فازوا من عندي، لا والله فازوا من عندي سكن السجين يا شباب على البث المباشر. اي والله بس
الجاز ما فازوا من عندي، الجاز ما والله ما عن جد مثل ما حكيت لكم ما في مسابقة ما بشارك فيها، على البطوط المباشرة بلاقيه موجود، بأي روم بيعملوا أي يوتيوبر بتلاقيه موجود، بأي مسابقة بتلاقيه، والله بيعجبني صراحة، يعني شوفوا سكن من الحاضنة، كمان في عندنا سكن ثاني هون من الحاضنة، يعني صراحة حسابه أسطوري بدون ما يشحن جواهر، بدون ما يصرف ولا $1 على الحساب، حلف لي هذيك المرة إنه $1 مو صارف على الحساب، أغلى سكن بالحاضنة، بكل بساطة جايب أغلى سكن بالحاضنة، بدون ما يعني طبعا راح تسالوني من وين هو بيجيب الجواهر ومن وين بيجيب، لسه انتم ما شفتوا الرقصات، طبعا ما في... شوفوا هذا السكن كان هذا نزل بالماجيك كيوب اوكي، في عندنا هذا السكن للجوكر اغلى واحد فيهم. طيب من وين بيجيب جواهر ويصرف على الحاضنه؟ يا شباب لاعب حلبي دائما شو بيعمل؟ بيدخل مسابقه مثلا تباب، هاي المسابقه شوف الشيطان عنده سكن يا شباب هذا سكن الشيطان كمان فازوا من عندي، بتذكر لما عملت مسابقه لما كان حدث الشيطان نزلوك حدث الرسم بوقتها بتوقع فاز من عندي والله ما بتذكر. والله هاد بيفوز من كتير يوتيوبر ما بقدر اتذكر من مين بيفوز بالضبط. المهم الشيء اللي هو بيعمله كمان هاد سكن للحاضنة انه هو بس يفوز دائما بيشارك بالعروض تبع التباب وبيجمع الجواهر، يعني ما بيصرف الجواهر مثلا، خلينا نقول كل يوم لازم يفوز مسابقة، كل يوم لازم يفوز مسابقة، يعني احيانا بيفوز بالعرض تبع التباب مرة مرتين بتلاقي عنده 1000 جوهرة 2000 جوهرة، ما بيصرف الجواهر، بيضل يجمع الجواهر. شو بيعمل بالجواهر بعدين؟ بعدين بيروح اصدقائي بيصرفهم على المتجر الغامض، بيجمع. مرة دخلت حسابه لقيت بحسابه 4000 جوهرة، مرة كان فاز معي كنت داخل اشحله لقيت بحسابه 4000 جوهرة، انصدمت والله قلت له حبيبي طيب انت بتشحن ليش بتشارك بالمسابقات؟ حلف لي وقال لي والله العظيم فزتهم من يوتيوبرز، وراح بعث لي دلائل انه هدول فايزهم من يوتيوبر انه هو ما بيشحن ولا $1 على الحساب. يعني والله عن جد شيء بحير. وبعدين هدول الجواهر لما بينزل المتجر الغامض بيروح بصرف على المتجر الغامض، وبيروح بيشتري بطاقات للحاضنة، بطاقات الحاضنة بجيب سكناته بالحاضنة، بجيب بطاقات دايموند رويال بصرفه مع ماكينة الدايموند، بيحرق ابو الاحداث، بيحرق ابو كل شيء بدون ما يصرف ولا واحد. دينو والله هاد الدينو اللي نزلوه اليوتيوبرز اخر فترة باكواد، اوكي هذا ما فازوا من عندي الدينو لانه انا ما جبت اكواد للدينو، ما بعرف من اي يوتيوبر فايزه، بس والله عن جد كفو ما مخلي شيء مو فايزه. طيب خلصنا من سكنات الشباب، هلا رح نروح سكنات البنات. طبعا هذول السكنات اعتبروهم ولا شيء، الصدمه الكبيره رح تشوفوها بسكنات الاسلحه. طيب عندنا هون سكنات فاير باس، بتوقع ما رح الاقي سكنات بنات كتير نادره لانه يعني هو شاب ودائما بيهتم بسكنات الشباب اكثر ما بيهتم بسكنات البنات، فما بتوقع انه رح الاقي كتير سكنات اسطوريه. هذا سكن نزل البطاقات الحمر. طيب شوف عندنا اشياء تانية السجين، لا في عندنا هذا نزل مجانا بوقتها تسجيل دخول، حدث تسجيل دخول، هذا نزل عندنا بالدايموند رويال ما نزل مجانا اوكي. شوف في باقي عندنا ما في اشياء، ما في سكنات بنات كتير حسيت لانه اصلا هو ما بيهتم بسكنات البنات. طيب خلونا هلا نروح لعندي اصدقائي واخيرا المعدات ونشوف طبعا راح تنصدموا عن جد من الرقصات يا شباب. هاي الرقصة عنده، هاي الرقصة طبعا في رقصات منهم نزلوا مجانيات، نعم في رقصات نزلوا بأحداث وكذا اوكي، بس في رقصات طبعا اغلب الرقصات هو دائما اكثر شيء بيركز عليه لاعب حلبي بيشارك بالعروض التباب، دائما اكثر شيء بحب عروض التباب، بيشارك بعروض التباب لانه دائما بحس انه هو بعروض التباب بيكون كسمان، يعني بيحصل على الرقصه مثلا مجانا وكمان بيحصل على جواهر مجانا بيخبيهم عشان يصرفهم على المتجر الغامض. طيب هاي رقصة السيلفي نزلت مجانا، في عنا في عنا رقصة العلم كمان يا شباب، والله لا تستغربوا من اي شيء بتشوفوه بحسابه، عن جد غريب هالشخص والله غريب، من يعني مش من اغرب الحسابات، هذا من اغرب اللاعبين. حكالي هذيك المرة انه هو بيشتغل، بعد الشغل بيرجع من الشغل فورا بيفتح على اليوتيوب على الانستغرام مين عامل مسابقة بيشارك معه. طيب نشوف شو في عنده رقصة، تقريبا يعني بنقدر نقول ما مش كل الرقصات ولكن بنقدر نقول اكثر من نص الرقصات عنده، هذول الرقصات اللي ما عنده تقريبا اكثر من نص الرقصات موجودين عنده بالحساب. طيب نشوف السكنات السياره، هذا سكن نزل مجانا وهذا نزل بالفاير باس، هذا نزل مجانا يا اصدقائي، يعني حتى الاحداث المجانيه ما بيخلي احداث مجانيه، احداث مجانيه كل الاشياء اللي بتنزل مجانا بالاحداث المجانيه بيحصل عليها، وهذا الشيء اللي انا بتمنى دائما بنصح متابعيني بهذا الشيء، دائما بقول لكم انت ما بتشحن جواهر لا تروح لليوتيوبرز وتقول له ارجوك اشحن لي جواهر او ارجوك احتاج جواهر او شيء مثل هذا، لانه اليوتيوبر لازم تقدر وضعه، هذا اليوتيوبر عنده متابعين، يعني مش انت الشخص الوحيد اللي بتطلب منه، في كتير اشخاص بتطلب منه، ولكن كل اليوتيوبر بيعملوا مسابقات، يعني انا دائما بعمل مسابقات، دائما بوزع اكواد، دائما بوزع جواهر، ولكن انا ما بقدر اشحن لكل شخص بيجي يطلب مني، فانت خليك ذكي وشارك بالمسابقات، لا تضيع وقتك انه انت قاعد تطلب من اليوتيوبرز، لانه انا بقول لك بكل بساطه ما في حدا من اليوتيوبرز راح يرد عليك.
عليك. يعني انت رح تضل تبعت ما في حدا رح يشحلك رح يرد عليك الا في حال كنت فائز عنده بمسابقة. فانا يعني يوتيوبر وبعطيكم الزبدة من الاخير, ما في يوتيوبر رح تقول له اشحلي رح يجي يرد عليك ويقول لك تعال رح اشحلك, لانه في مسابقات, في شيء اسمه مسابقات لازم انت تشارك فيها. وهذا الشيء اللي دائما بنصح متابعيني اللي ما بيشحنوا, دائما بقول لهم روح شاركوا بالمسابقات. يعني والله مسابقة, يعني مش عندي انا فقط, كل اليوتيوبر بيعملوا مسابقات, مش شرط تشارك عند علي عمر. يعني شوف علي عمر اليوم مسوي مسابقه, بكره بتلاقي يوتيوبر تاني مسوي مسابقه. طيب خلونا نشوف هلا سكنات الاسلحه. سكنات الاسلحه بدهم تركيز. طيب اكيد بتشوفوا سكنات الامفور, ما في سكنات كتير, ولكن خلونا نبدا بالسكنات الصحيحه. اكي دراجون بكل بساطه عنده الاكي دراجون دائم. نعم اعزائي المشاهدين, اكي دراجون عنده دائم. طيب شوفي عنده اشياء تانية, سكرين شوت, خلونا نشوف سكنات الاكي. اوكي الباقي سكنات عادية. طيب عنده الام 14 واللي هو يعتبر من افضل السكنات كمان دائم. طيب هاتوا السكنات الام 14. سكار الزهري, نعم اعزائي المشاهدين, سكار الزهري بحساب لاعب حلبي دائم. طيب هذول سكنات سكار كمان. شوف هون في عنا سكن الاوكي, سكنات هاي نزلت مجانا تقريبا. في عنا هون سكنات الاسكي ايرس, هون سكن تبعها ابو 100 طلقة. في عنا سكن الفيمز, هاد كمان اغلب اللاعبين اخذوه مجانا دائم. طيب هذا سكن للفيمز ما بعرف كيف جايبه من الحدث. في عنا كمان يا اصدقائي نشوف هذول اوكي سكنات ما عجبوني كتير, سكن الدراغانوف. طيب شوفي كمان في عندنا هون سكن الاكس ام 8, افضل سكن للاكس ام 8 موجود بحساب لاعب حلبي دائم. نعم اعزائي المشاهدين. طيب في عندنا هون طبعا هذا سكن نزل ماكينه الاسلحه, وهذا سكن كمان تبع الان 94 نزل ماكينه الاسلحه. عن جد هالانسان غريب والله, يعني بحس انه هو فوق ما انه بيربح مسابقات كتير, بحس حظه حلو بالماكينات, يعني حظه اسطوري بحرق الجواهر. طيب في عندنا افضل سكن لليوم بي كمان دائم عنده بالحساب, هذول سكنات اليوم بي الثانيه. في عندنا سكنات الام بي 5, نشوف سكنات الفي اس اس. طيب سكنات في اس كمان عنده, ما بهتم بسكنات في اس كثير صراحه. لا هذا مش دائم, اخذت له سكرين شوت على الفاضي, ولكن هذا اغلى سكن بالحاضنه الام بي 40 عنده اياه. او ماي جاد. طيب هذول سكنات الام بي 40 الباقي اللي عنده. البي 90, البي 90 تبع لكازا دي بابل, سكرين شوت يا اصدقائي كمان عنده اياه ده. وهذا كمان اللي نزل بالدائمه يا شباب, كل السكنات اللي نازلين ماكينات الاسلحه جايبهم دائمات. طيب فين هذا سكن؟ طيب نشوف الشوت جن الاخضر اللي كان بالحاضنه دائم. والله عن جد غريب, غريب هالشخص, غريب يا شباب والله. يفسروا لي هاد كيف شوفوا شوت جن. هاد ماخذه من الاكواد اكيد اكيد, لانه يعني في كتير اكواد توزعت له. طيب في عنا كمان هون سكنات الام, في عنا هون سكنات المسدس, في عنا هون سكنات الكار. اوكي في عنا هون كمان سكنات المسدس, هذول مجانا نزلوا تبع الهاي, وهذول تبع فاير باسات. طيب نشوف اللي بعده. في عنا سكنات القلايات, طبعا حتى سكنات القلايات ما شاء الله لاعب حلبي مش مقصر جايبهم كلهم. طيب سكنات السيوف, اوه هذا سكن لازم سكرين شوت, هذا سكن نزل بعرض طيباب كمان. طيب نشوف هاي العصاي, في عنا عصا الشيطان كمان جايبها لازم سكرين شوت. اوكي طيب ما في عرض طيباب مو جايبه, كمان هدول الكتانات اغلبهم نزلوا بعروض طيباب. البوكس مو جايبه, غريب والله غريب لاعب حلبي ليش مو جايب البوكس. طيب هدول سكنات القنابل مثل ما انتم شايفين, والله صراحة بهنيه, عن جد بهنيه, تحية لإله لاعب حلبي والله انه كفو وقادر يلعب اللعبة صح, وقادر ان هو بدل ما يروح يطلب من الناس من اليوتيوبرز يشحنوا لي جواهر بيروح بيشارك بالمسابقات, وحسابه اسطوري بدون ما يطلب من اي شخص. شوفوا سكنات الثلج كمان اللي عنده, يعني في اشياء نادرة عنده في الحساب, في اشياء اسطورية بدون ما يشحن ولا واحد دولار, هذا الشيء ما بيدخل لي عقل صراحة يعني. فتحية لإله وبهنيه صراحة على هذا الحساب الأسطوري, بهنيه إنه هو ما صرف جواهر على اللعبة, وحسابه يعتبر من الحسابات القوية في سيرفر الشرق الأوسط, عن جد من الحسابات القوية, يعني شاحن 6-7 فاير باصات. سكنات الأسلحة اللي عنده عن جد يمكن أقوى من سكنات الأسلحة اللي بالحسابي. عنده سكنات أسطورية, سكنات نادرة, أشياء رهيبة بالحساب. فبتمنى صراحة من جميع متابعين إنكم تشاركوا بكل المسابقات اللي نحن بنعملها عن جد, لأنه والله يعني اذا ما شاركت بالمسابقات راح اقول لك يعني 99% ما راح يردوا عليك اليوتيوبرز اللي بتبعت لهم اشحل لي جواهر. وطيب اصدقائي هذا كان حساب لاعب حلبي, وهذا بنظري بقدر اقول ثاني اغرب حساب شفته في الشرق الاوسط من الحسابات اللي مش شاحنه ولا دولار واحد على اللعبه. طيب اصدقائي بالنسبه هذا كان حساب لاعب حلبي, وهذا كان الفيديو لليوم. فبتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم, بتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه لو كنتم مشتركين, تفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم بكل فيديو جديد عن فري فاير. يا اصدقائي الاكواد اللي حكيت عنها بدايه الفيديو, في عندي اكواد لسكن اللص, نعم سكن اللص يا اصدقائي اللي كان بالماجيك كيوب. في عندي اكواد كمان لسكن الجوكر النادر اللي كان
كان بالماجيك كيوب، في اكواد لسكن السجين، في اكواد لسكار التيتان، واخيرا سكار التيتان مره ثانيه جبنا لكم اكواد له، وكمان في عندي اكواد للشوتجن طلقتين الزهري هذا اللي قدامكم. طيب الاكواد هاي وراح تتوزع، راح تتوزع على البث المباشر على تطبيق نونو لايف بعد ساعه تقريبا او ساعتين من انا بحمل هذا الفيديو راح ابدا البث المباشر. للي ما بيعرف لسه انا ببدا بث مباشر كل يوم، بعمل بث مباشر على تطبيق نونو لايف كل يوم، توزيع اكواد كل يوم، بطوط مباشره كل يوم، مسابقات ورومات. طبعا البث اليوم راح يكون رومات للمتابعين، رومات واحد ضد واحد للمتابعين وتوزيع اكواد. طيب أصدقائي كيف تحملوا تطبيق نونو لايف، كيف تحضروا البث المباشر وتحصلوا على الأكواد؟ طريقة سهلة جدا، تروح على جوجل بلاي أو الأب ستور وتكتب نونو لايف وتحمل التطبيق، أو تقدر تحمله عن طريق الروابط اللي في صندوق الوصف، وبعدها تبحث عني بالآي دي سهل جدا 10 20 30، راح تلاقي حسابي انتظر البطوط المباشرة اللي بتكون بشكل يومي. اليوم راح نولع أبوها على نونو لايف، فراح أكون بانتظاركم على البث. وكمان في أكواد إن شاء الله راح تتوزع على حسابي على الانستغرام، فكمان تابعوني على الانستغرام، رابط حسابي على الانستغرام تحت في صندوق الوصف في الديسكريبشن بوكس. خليكم بين ستوري على الانستغرام، كمان راح انزل اكواد على ستوري ان شاء الله. طيب اصدقائي هذا كان بالنسبه للاكواد، بالنسبه للبث المباشر للي حاب يشارك فيهم، فمره تانية كل الروابط اللي ذكرتها موجوده تحت في صندوق الوصف في الديسكريبشن بوكس. وصراحه بايب قلبي لهيك بنكون وصلنا نهايه هذا الفيديو لليوم، فكان معكم علي عمار واشوفكم ان شاء الله على خير.